قضيتنا النهارده مثال حي وواقعي للاهمال الطبي اللي انا بشوفه من وجهه نظري ما يقلش عن جرايب الارهاب، لان المريض ده بيكون الامل الوحيد قدامه بعد ربنا هو الدكتور المعالج ليه. يعني ما ينفعش اي اهمال في الموضوع، ولا ينفع يكون الموضوع بالنسبه للدكتور سبوبه ومصلحه. من محافظه القاهره بالتحديد في حي المطريه بتبدا الحكايه لما الاستاذه نهى تقدمت لاسم شرطه المطريه ببلاغ في مستشفى المطريه التعليمي، ودي طبعا مستشفى حكومي كبير في المطريه. الاستاذه نهى بتتهم رئيس قسم الجراحه والاورام بالمستشفى انه تسبب لها في عاهه مستديم، والحكايه ان نهى كانت بتشتكي من التهابات في ثدييها، وان في تضخم في الجانب الايسر من الثدي، وفي افرازات بتخرج من الثدي. طبعا زي اي حد بيشتكي من اي حاجه راحت تكشف في المستشفى، والدكتور شخص الحاله ان عندها التهاب في الغدد اللمفاويه اللي اسفل الابط ومسمعه في صدرها، وهو ده سبب الورم الموجود، وطلب منها تحاليل واشاعات وحولها لمعمل معين بالاسم تعمل فيه الحاجات اللي طلبها منها. وبعد ما شاف التحاليل والاشاعات اللي نهى عملتها قال لها لا، ده طلع خراج ولازم تدخل جراحي بسرعه عشان نشيله. وافقت نهى انها تعمل العمليه دي، ورغم ان مستشفى المطريه حكومي بس الدكتور قال لها هتدفعي فلوس عشان ما تاخديش دور وتستني كتير على ميعاد العمليه، وان لازم العمليه تتعمل بسرعه. وافقت نهى وكان معاها جوزها طبعا خطوه بخطوه من اول الحكايه، اتصرفوا في فلوس. وفي اليوم بتاع العمليه الدكتور اخذ جوز نهى وقال له ان مراتك عندها ورم سرطاني ولازم نشيل الثدي كله. طبعا يا دكتور انت ما قلتش كده، انت قلت خراج. الدكتور قال له ان الاخصائي اللي في المستشفى لما شاف الاشاعه والتحاليل قال ان ده ورم سرطاني ولازم يشيل الثدي عشان يحافظ على صحتها وحياتها. طبعا الراجل فكر كتير بس قرر في الاخر ان يحافظ على حياته وصحه مراته، ووافق على العمليه لان حياه مراته اهم. الدكتور طلب منه 11000 جنيه، ولما ساله ليه ده مبلغ كبير رد عليه وقال له ان دي عمليه كبيره وده اقل من تكلفتها في اي مكان تاني بره. وطبعا اجلوا العمليه لما الراجل وافق وحددوا معاه تاني، ورغم ان جوز نهى راجل على قد حاله بس ابتدى يتصرف في الفلوس من كل الناس اللي يعرفها عشان يلم المبلغ ده، لان حياه مراته وعياله اهم. وفعلا قدر ان يجمع ال 11000 واداهم للدكتور، وعملت نهى العمليه. وبعد العمليه ادوا لجوزها جزء من الورم اللي كان عندها عشان يعمل عليه تحاليل ويعرف الورم ده ممكن يرجع تاني ولا لا، مع ان المفروض ان الخطوه دي كانت تتعمل قبل العمليه اصلا. جوز نهى رفض ان يعمل التحليل في المعمل اللي الدكتور بعتهم ليه، وعمل التحليل في معمل تاني واكتشف ان ده مش ورم سرطاني اصلا، ده مجرد التهابات. عملوا الحكايه دي كلها عشان ياخدوا منهم 11000 جنيه، يعني دكتور كبير ويبقى رئيس قسم الاورام وجراحه المناظير في مستشفى المطريه يعمل قصه طويله عريضه زي دي عشان ياخد من الناس الغلابه دول 11000 جنيه، وايه كمان شال صدر الست المسكينه دي بدون اي داعي طبي. وده طبعا اللي خلى نهى وجوزها يتقدموا ببلاغ للاجهزه الامنيه، والاجهزه الامنيه احالت البلاغ للنيابه العامه ولسه بيتحقق فيه. والزوج حرك دعوة تانية في المحكمة الإدارية غير الدعوة الجنائية. المحكمة الإدارية قضت بعزل الدكتور والأخصائي من وظيفتهم، ودي أقصى حاجة هي تقدر تعملها، لكن الحبسة والأحكام المشابهة دي من اختصاص النيابة العامة والمحكمة العامة، وده اللي لسه احنا مستنيين نشوفه هيحكم عليهم بإيه. بصراحة يستاهلوا الشنب.